السلام عليكم خوتنا الفلاحة، ونهضروا اليوم على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، اللي هو الزبير ديال الزيتون. كما كتعرفوا ان الزبير ديال الزيتون بالنسبة لهاد لي فاريتي جداد بحال الاربيكوين بيشيلين لونغدو، كاع هاد لي فاريتي جداد راه ماشي اي زبار يقدر يزبرهم. يعني هاد بالخصوص الاربيكوين راه عنده واحد لاطاي اللي هي خاصه، يعني خاصنا الا بغينا نزبروا الزيتون ديالنا خاصنا نقلبوا على زبار يكون حريفي، يعني يكون عارف الشجره شنو هي الشجره ديال الزيتون اولا، شنو هما لي برونش اللي كيولدوا الزيتون، شنو خاصني ندير شنو خاصني ما نديرش. هادشي اللي غنوضحو ان شاء الله في هاد لا فيديو هذا، وغندوز لكم واحد الزبار هو غيهضر لكم على هاد التجربه ديالو، وغيهضر لكم على التجربه ديالو في بالنسبه لهاد الشجره هادي ديال بيشيلين، وحتى بالنسبه للشجره ديال الاربيكوين. يعني الشجره ديال الاربيكوين راه شجره جديده في الدومين، يعني قليل اللي كيعرف يزبرها ويفارميها. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندوزكم للزبار يوريكم الطريقه ديال الزبير ديال هاد الشجره هادي. هذا سليمان هنا هو مكرا زعما، وغادي نوقفوها على حسب عود هنا. هادو هنا دابا جوج عواد اللي نايضين هنا. انت هذا هو هنا، وهذا هو، شوف هذا هو غنعطينا هنا، انت عطانا هذا تخلينا تكرازينا دابا قاعد نحيدهم من هنا وعاد نفورميوه. هذا عاد نحبسوها، حيت حبسناها من هنا، حبسناها من هذا الراس من هنا، عرفتي تيرجع لما هنا وكتعطينا غير الخلفه، ما كتعطينا السبعه هنايا، تنزيدوا واحد العامين لثلاثه عاد باش نحبسوها، عاد تنديروا الطابله، هاد البيكين. يعني بحال خويتي شويه من الوسط دابا. خوينا الوسط فرميناها من الوسط، وزينا دابا هادشي اللي كاين هنا اللي واصل هنا، بحال هادو اللي واصلين هنا، هاد الجلاي اللي واصلين هنا في الارض. اللي طايحين كاع اللي طايحين تنزلوهم هنا، وحيدناهم كاع هادو هنا، انت فاهم هاد الاخر، هذا هنا، هادو هنا، ها هي حيت كتولي من تحت، معاش ما تعداوش نزلوها بزاف، خاصها ما تهش بزاف، ما تهش بزاف، واحد 30 سنتيم ولا 20 عاد نهزوها شويه على حساب الحشرات، حساب هاد الخدمه ديالها. حتى هي هنا فرميناها وزيناها من تحت وفرميناها هنا وحبسناها. انت خويا انت هنا دابا كنهزو هذا هنا، هادو هنا باش نفورموها من تحت، هاد التحتانيين هادو هنا، هانتا هنا، هادو هنا، هادو هنا، هانتا هادو ديال هنا، هادو هنا، هذا هو هنا، هادو هو مكرازينين هنا ومعمرنا هنا، معمر الشجرة باش تفرمها كتبقى بك هذا حسب عود واحد. دابا هانتا هذا هنا، هذا هنا عاد ندخل لداخل كنفورميو مثلا هنايا لداخل، خويو لداخل هنا، هنا، ها هنا، دابا هادو هانتا خوينا، هذا هو مكرازي هنا، هذا هو مكرازي هذا هنا. هذه هي الفورمه ديالتها هنا، ما عادش نحبسوها هنا، ما تحبس ما والو، هذه تزاد حتى 3 سنين عاد باش يمكن نحبسوها. انت خويا سليمان راه فينا غير شويه هنا باش كتعطينا السلعه، باش ان شاء الله تعطينا السلعه. هذه راه ماشي هي الخدمه ديال الاربيكين، هذه راه الشيلين خدمه ديالها وحدها. انت راه فورمينا هنا الشجره، زيناها شويه هنا، زيناها 30 سنتيم هنا من هزيناها من التحت الفوق، راه ما نحبسوهاش. فاحنا في هاد الضيعه هادي ان شاء الله حاولنا نزبروا هاد بيشيدين لونغ دوك، وكما كتعرفوا انها مازال صغيره، ما يلا عندها شي عام وشي حاجه. حاولنا نفورميوها، حاولنا نقفضوا الشجره شويه من تحت، ونحاولنا نخويوها شويه من الوسط حيت مازال صغيره، ما بغيناش نخويوها بزاف، يعني حاولنا نهزوها من الفوق شويه، وحاولنا نخويوها من الوسط شويه باش نخليو
الاخرين اللي يعطوا الانتاج العام الجاي ان شاء الله. وحتى بالنسبه للاربيكوين راه نفس ماشي نفس لاطاي، يعني راه لاطاي كما قلنا ديال الاربيكوين راه ماشي بحال ديال البيشيدين. واحد المساله اللي بغيت ننبه بها الناس اللي مقبلين على انهم يديروا فيرمات وضيعات فلاحيه، راه خاصك تختار الشتله هي الاولى، الشتله تكون مزيانه. يعني حنا راه طحنا في هذا المشكل ديال ان الشتله ما طلعاش، هي هذيك يعني جايه من المشتل، يعني مكرفسه، يعني خاصها الخدمه. دابا هذا هو المشكل، طحنا في الشتله كيكون عندها المهم ما طلعاش مزيان. يعني راه حاولنا نصلحوا بزاف ديال المشاكل في هذا الشجر هذا، يعني راه مشكل طلوع راه ما طلعش مزيان. يعني هي طالعه في النمو غاديه مزيان، ولكن في لا فورم راه ما مكرفسه بزاف. يعني راه هذا الزبر هذا راه حاول يصلح بزاف ديال الاخطاء في هاد الشجر هذا. او كجواب على واحد السؤال ولا واحد تعليق ديال واحد الشخص متابعنا في القناه، قال لي انتوما زبرتو الاربيكوين ووقفتوها على 4 ديال العواد. حنا انا كنجاوبو كنقول ليه راه لاطاي اللي درنا الاربيكوين ما وقفناش على 4 ديال العواد، وانما وقفنا على عود واحد وحاولنا نطلعو الشجره، حاولنا نقفضو الشجره نضربو هذوك بحال هادو التحتانيين باش اين فوا توصلنا الشجره 60 سنتيم. تما كنحاولو نخويو المساله المهمه من هذا الشيء ان العود الاساسي اللي هو هذا راه ما مازال متحيدش، يعني باقي. يعني حنا حيدنا هادو الولاد، خلينا ضروري ان الاربيكوين خاصك تخلي لها العود الاساسي ما تحيش، يعني ما تخواش من الوسط. علاش؟ حيت هادي كتعتبر من الزراعات مكتفه، يعني اذا خوينا الشجره من الوسط غادي تعطينا العرض وغادي تلاصق بين الشجره واختها. يعني راه كما كتشوفوا راه المسافه متر ونص ما بين لا بلونط. يعني الا خوينا من الوسط غادي هادي تجبد لها هاد الشيء، الاخرى تجبد لها هاد الشيء وغيتلاقاو فواحد المده اللي هي قصيره. حنا بغينا ناخذ الانتاج من هاد الشجره تا دوز واحد المده، ديك الساعه نحاولوا نحيدوا واحد، حيت يتلقى الشجر نحاولوا نحيدوا واحد لا بلونط، ديك الساعه كتبقى 3 متر ما بين الشجره والشجره. هذا هو الدور ولا الاساس ديال الزراعه المكتفه. وغادي نخليكم مع السي عبد الله الزبار ديالنا، يشرح لكم يوري لكم الطريقه ديال الزبير ديال الاربيكوين. واسبينا دابا حنا هادي راه هنا وقفنا حنا على دابا على عود، هنا على عود واحد وقفت لينا على عود واحد. هنا من تعود عندنا عدنا على 60، من كنمشيو على 60 عاد تنفرميوها. دابا حنا دابا واقفه هي على عود واحد، هنا كنوقفوا على عود واحد. دابا راه واقف على عود، المرحله الاولى راه داس واقف على عود واحد. دابا انت راه انت قدامك كلشي، انت دابا هادي راه واقفه، هانت هادي هي واقفه على عود واحده. دابا هي هادي راه خدمناها هنا، هزيناها من التحت الوسط. واش خويتوها من الوسط؟ لا ما خويوهاش من الوسط، تنمشيو حتى توصل 60، من توصل 60 عاد نفورميوها. ما وقفتوش الزرع على 4 د العواد؟ لا واقفه على عود واحد، هي على عود واحد اش واقفه. البرانسيبال ديما خليتوه، ديما خليناها هادو، راه مخليناها انت بس فهم واحد القضية أن العود الأساسي اللي كيطلي طالع من الأول من الشجرة راه ما تقاش. دابا ما تقاش، حنا ها أنت يعني شوف فيها خدمناها من تحت، من المرحلة الأولى راه ما تقاش. هنا الوسط ما مسيناهاش، تتعود على 60 سنتيم عند خويا من الوسط، عند خويا شوية من الوسط، عند خويا بكوين. هي بيشيلين ولا يعني البلدية ولا كنقولوا الحوزية ولا يعني. دابا هذه الخدمة ديالها وحدها.